السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طبعا دلوقتي خالد يعني حابب يتكلم معاكم النهارده عن موضوع قناته الجديده، ويا ريت يا جماعه تسمعوه، ولو انت حابينه يعني تشتركوا له في القناه بتاعته. اتفضل يا استاذ خالد. ازيكم يا جماعه، وحشتوني قوي. النهارده يا جماعه انا حبيت اعمل قناه، ويعني نعملوها قناه تحديات بتاعت احمد وخالد، عائله احمد وخالد. يا ريت يا جماعه تدعموني في القناه ديت واشتركوا لي في القناه، عشان ده يا جماعه يبقى مستقبلي. ده مستقبله، اهم حاجه ده مستقبله يا جماعه. طبعا انا عارف انتوا بتعزوا خالد يمكن اكتر مني كمان، وده شيء يسعدني. طبعا اي حد هيروح يشاهد الفيديوهات، احنا ليه يا دوبك فيديوهين اتنين بس ان شاء الله، لان احنا لسه مبتدئين، او لسه خالد مبتدئ في قناته. فيا ريت يعني اذا طبعا عجبكم الفيديوهات ديت تشتركوا لنا فيها، وتشتركوا لنا في القناه، وتفعلوا لنا الجرس طبعا عشان خاطر خالد. واي حد هيشاهد الفيديو يكتب لنا في الكومنت بتاعه اسمه واسم بلده، عشان ان شاء الله في الرحله الجايه عندي هنا في قناه احمد هيكل القناص لازم انا امسي عليه واديله احلى تحيه ان شاء الله. وتابعوا معانا، وتعالوا بقى ان شاء الله اشرح لكم عن وضع الليزر، وطبعا تركيبه على البندقيه، عشان في ناس كتير بتسالني، وانا حابب النهارده ارد عليهم. وان شاء الله انا بمسي على جميع المتابعين بتوعي داخل مصر وخارج مصر طبعا على دماغي. وانا كمان يا جماعه بعزكم زي ما انتم بتعزوني. تعالوا نشوف كده بس، ارد على الناس اللي هي عايزه تعرف طريقه شرح تركيب. طبعا انا بحب احيي الاستاذ عامر، طبعا الراجل الطيب ده عايز صديق ليا الاستاذ عامر، طبعا من الشرقيه. تحياتي لكل اهل الشرقيه، هو حاليا دلوقتي في السعوديه، ربنا يجيبه لنا بالسلامه. تحياتي ليك يا استاذ عامر. الليزر على البندقيه، والموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. انا هوري لحضراتكم بطريقه ايه بسيطه ان شاء الله كده معانا مع بعض يعني. طبعا احنا بنجيب البندقيه اهي، تمام، بنحاول نثبت البندقيه ديت اللي بقى ما تتهز الشمال ويمين، تبقى ثابته، تحاول تثبتها على اي حاجه. اذا كان مثلا لك واحد صاحبك نجار او اي حد عنده منجله اللي هي بتاعه الخشب ديت، بتروح تثبت البندقيه ديت ايه بالشكل ده كده، تمام. وبعد كده هتيجي جايب الليزر بتاعك اهو. طبعا الليزر ده زي ما حضراتكم عارفين الزرار ده اللي بيخليه يشتغل كده، تمام اهو. طبعا ليه مفتاح من ورا، لو قفلت المفتاح ده اهو كده ايه ما يقيدش، فتحت المفتاح كده يقيد. فاحنا بنثبت الزرار ده اهو، بنلزق عليه لزقه كده على سبيل اللي احنا هنتحكم بقى بالمفتاح ده من ورا كده، لان طبعا ده اللي هيبقى باين في البندقيه، تمام. هنيجي مثبتين البندقيه كده بالشكل ده، وتكون معمره، يعني هحط فيها رشاية، ونضرب الرشاية اللي فيها في المكان مثلا على ايه، على مسافه 10 متر او 11 متر. طبعا هي ثابته، هنيجي جايبين ده اهو حاطينه كده. هنجيب دبل فيس، دبل فيس ده بيلزق من ناحيتين هنا وهنا، هنحط واحده هنا وواحده هنا، ونحاول نشوف المنسوب بتاع نقطه الليزر على النقطه الرشه اللي احنا ضربناها في الحيطه. هنخلي ديت النقطه ديت في الايه، في الرشه اللي احنا ضربناها في الحيطه، نحاول نظبط النقطه ديت مع دي، ونقول لازقنا بالدبل فيس. وبعد كده بتجيب ابزان ضفيره، في حاجه اسمها ابزان ضفيره بتاعت ضفيره موتوسيكلات عربيات بلاستيك كده، وتيجي رابط الايه، رابط الليزر ومثبته جامد عشان لو بتحب تشيله. يا اما تجيب ابزان حديد، في ابزان حديد برضه تجيب افيز، الافيز ب 10 جنيه بيجي راكب، ولو ربطته على الليزر لا يستحيل يتحرك. طبعا انا كنت عامله بالطريقه ديت، بس انا حبيت خلعته النهارده مخصوص عشان اوري لحضراتكم. وبعدين في حاجه كمان يا جماعه النهارده عايز اعرفها لحضراتكم، خالد ابن القناص الصغير طبعا انتوا لو انتوا حابينه انا عملت له قناه خاصه بيه، طبعا هو معايا برضه ان شاء الله يعني، بس انا حبيت افرحه واشجعه دايما. فانتوا يا ريت يا جماعه تشتركوا لي في القناه، القناه في الرابط تحت الفيديو، يعني هتنزل تحت الفيديو شويه كده هتلاقي بادج ازرق، كتابه زرقاء كده في الوصف، في الرابط تيجي داخل عليها. ويا ريت يا جماعه تدعموا خالد، لان طبعا انا عارف انت بتحبوه،
ويا ريت لو حابينه تدعموه ان شاء الله. وطبعا انا معاهم في الفيديو، يعني الفيديو ده انا معاهم فيه، فيا ريت تدعموا خالد لو انت حابينه ان شاء الله رب العالمين. وطبعا كده يبقى وصلنا لحضراتكم المعلومه بتاعه تركيب الليزر على البندقيه، وتعالوا تابعوا معانا الفيديو ونعيش ونستمتع مع بعض. ويا ريت تشتركوا لخالد في القناه وتفعلوا له الجرس وتعملوا لايك وتشاهدوا له الفيديو كمان. يلا بينا. واقفين بنظبط البندقية لسه، أول استباحة صباح العسل يا رجالة. هي واقفة قدامك أهي. هي قدامك أهي. أيوة دي. لسه واقفة. الله نزلت تلف يا جماعة. مش عليها هيك رائعة. ما هي بص استنى. طبعا يا جماعة ايه دخل يجيبها هو. ايه يا جماعة. خليكم معانا يا جماعة. صباح الفل يا رجال، نهارك ابيض بالصلاة على النبي. طبعا الصيف بتاع الشتاء ابتداء من الساعة 6:30 تطلع تصطاد، بالنسبة للصيف الساعة 5:30 6 الا ربع. صباح العسل. ماشي تبعها تبعها اهي وقف اهي مش عارفه تقف. خلي عينك على دكتور واحد اهي وقعت هتقف. طارت ولا ايه دي؟ هي اللي طارت دي. ماشي اهي اهي وقعت قدام البيت. قدام البيت الاحمر دي. ودي راحت فين؟ ودي بعدين عليها طارت. طارت اهي. هتقع. حتة مليانة. هي هي. يا جماعة اللي وقعت من فوق عصا صغيرة. خلاص يا جماعة لسه بيعمر والذكرى يطير. أو طلع اهو. تعالى بقى يا جماعة. في واحدة كمان هاي بقى. واللي سيبك من دي خليك على الأخر الخشبي. كان بيمشي بس ما عداش. كان بيمشي دلوقتي يا جماعة. بيذبحوا بسرعة قبل ما يموت.
في يا جماعة واحدة هنا اهي اللي احنا كنا ضربينها من هناك من ضربينها من عند الليمون اللي هناك دي. خليكم معانا يا جماعة. زي ما واحد طارو خش عليه خلاص. انا يا جماعه في بقى في دماغها بتغلبنا شويه في جناح. ماشي ايه الرحله دي؟ خليكم معانا يا جماعه لما نجيبها. انا قدامك كده يا خالد. شوفنا يا جماعه احنا مشغلين عليه. ده نار ابو هيك. ايه هنا ايه الروش كله داخل في الدراع. حلاوتك حلاوتك يا ابو هيك. هنمتحكم ان شاء الله. فين حد يا جماعه ما تنسوش الاشتراك في القناه بتاعت خالد في الوصف تحت في البيج الازرق اللي انا قلت لحضراتكم عليه. عايزكم تفرحوا خالد النهارده يا جماعه. دي حته كله على المباشر. خش على اللي بعدها ده ايه. انا دي طارت. انا هقف هنا يا جماعه عشان من اللي هناك دي مقلقه. ما حطتش يا منطق. كله على المباشر. ايوه ايه يا جماعة نازلة مقفول بسرعة بقى لسه صحيح. لو بتحبوا خالد يا جماعة ضروري تدعموه في القناة بتاعته في الوصف طبعا بادج ازرق كده. تخش عليه طبعا عامل قناة لخالد. لو حابينه خشوا ادعموه ويا ريت يا جماعة تشاهدوا الفيديو وتعملوا له اشتراك في القناة ولايك. صباح الفل يا جماعة لو حابين خالد يعني. وقع قوي يا جماعه ما تنسوش تدعموا خالد. القناه بتاعته الجديده في الوصف. تعالوا نشوف الضربه الجميله. الله لا هاي اهو 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 صدره ملعلع اهو. اضربه اضربه اصبر بس عليه عشان ما يتعبنيش. بسم الله الله اكبر. ذبحتهولك اهو كذبنا حتى بس خلاص قبل ما يموت. بس هاته بقى فالبتاع عمال اتغربل فيه هو. يلا بصوا يا جماعه الشخرة الشخرة. جوه يا خالد. اليوم اللي بيبقى اللي بتبقى عارفه اي
نزلوا على البيت مع الدوب على البيت. واحد على السلك اهي، هاي اللي على راس العمود. الله ينور. يا جماعة جاية من مسافة بعيدة من راس العمود، هنجيبها ونوريها لكم. لا اي اللهم صل على حبيب محمد. توفر اي خش على انا نروح نقبه ثبتها بقى. جت في رجليك ماشي. حاضر. جيبها يا جماعه وبال النقطة. الله طبعا اللي خليك فيه يطلع. ماشي تعالى اضربها كمان طلقة. لا هي خلاص مضروبة. وقعت اهي. خليكم معانا يا جماعة نطلع نجيبها ونرجع. هي نازلة تشرب من المي. خليكم معانا. الله الله ينور. كلب يا جماعة عاوز ياخدها مني. خليكم معانا يا جماعة. كلاب يا قطط عايزة تخش. الله يا جماعة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاش يا جماعة كل حبايبنا في القناة والصيادين والمتابعين في القناة، اشتركوا لي في القناة وفعلوا لي الجرس واعملوا لي لايك على القناة الجديدة يا جماعة. الرابط بتاعها يبقى تحت الفيديو دي. يا ريت يا جماعة تشرفوني فيها. انا عاوز كل اللي اشترك لي في القناه يعلق لي تحت عشان نقول اسم الفيديو الجاي ان شاء الله. طبعا يا جماعه يعني يكتب اسمه عشان خالد يذكر اسمه في الرحله الجايه ان شاء الله. يعني اللي يروح يشترك لخالد في الفيديو يكتب اسمه وبلده، وان شاء الله نحييه ونمسي عليه في الفيديو الجاي. يا جماعه تابعوا معانا. وقبل ما اختم مع حضراتكم، يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ويا رب ما تنسوش خالد وتشتركوا لي في القناه. يعني بعد ما شفت الفيديو الفيديوهات بتاعتنا، طبعا خالد لسه مبتدئ في القناه بتاعته. انا بصراحه ربنا عاملها له هو واخواته القناه ديت. وبعدين في حاجه قبل ما افصل معاكم ان شاء الله، لو حابين تحطوا الكشاف كمان، الزرار بتاعه برده بتثبتوه. يعني ايه تثبتوا الكشاف فوق الليزر وتلفوا عليه بزن ضفيره برده، عشان خاطر اللي انت لو هتطلع تصطاد لوحدك ومحدش معاك، يبقى انت معاك المعدات بتاعتك. في ناس بتقول لي يعني انت لو معاك الليزر مش ضروري كشاف، لابد عن الكشاف عشان احنا بننور بيها يا جماعه على الايه؟ على الطير الاول. نشوف الطير فين حته ونيجي مثبتين الكشاف عليه وجايبين الليزر، النقطه بتاعت الليزر على الهدف. ايا كان بقى، عايزها في الرقبه، عايزها في الحصل، عايزها في الدماغ، انت بتجيب النقطه طبعا زي ما انت ظابطها على الهدف وتضرب. ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا، ويا ريت تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا لنا الجرس وتعملوا لنا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.